أن خلاصة الجلسة التي تكلمنا فيها اليوم لا بد من أن نخرج جميعا بأنه انكشف لنا وجود خطر معرفي حاد وكبير، ولا يمكن لنا أن نستطيع تجاوزه إلا بإعادة النظر في منظومة التعليم بأكملها، بالكلية. وأنا لا أتحدث هنا عن انشطار التعليم ووجود نظم تعليمية مختلفة عند المصريين، هذا في نظري ثراء ولا يقلق منه ولا يخاف منه، لكن لون التعليم المسؤول بالأصالة عن هذه المسائل يحتاج إلى أن يعاد النظر فيه نظرة شاملة من أوله إلى آخره، وأقصد به منظومة العلوم التي تدرس في الأزهر الشريف. لا بد من إعادة ترتيب العلوم داخل التدريس الأزهري، لا بد من العودة إلى تدريس العلوم الـ12 كاملة مرة أخرى بتمامها، لا بد من إعادة نظام التعليم الأزهري للتدرج في العلوم الـ12 من مستوى المبتدئ إلى المتوسط إلى المنتهي، لا بد من أن يعاد النظر في طريقة تدريس علم الكلام والعلوم العقلية في الأزهر بالكلية، على غرار ما كتبه الشيخ محمد زاهد الكوثري في تقرير رفعه إلى شيخ الأزهر الشيخ مصطفى عبد الرازق حينما دعا إلى إعادة النظر في طريقة تدريس علوم السنة والحديث بأكملها، فاقترح مثلا أن تقرأ الكتب الـ6 في سنة لا تزيد، مع تعليقات يسيرة تفك الموضع المشكل أو الذي فيه إبهام، وأن يتم تدريس علوم الجرح والتعديل، وأن يتم تدريس التخريج، وأن يتم تدريس التخريج العملي، وأن يتمرس الطالب على الصنعة الحديثية الدقيقة. ورفع هذا التقرير إلى الإمام الكبير الشيخ مصطفى عبد الرازق، لكنه غادر مشيخة الأزهر بعدها بشهور قليلة ولم يتسن له إعادة النظر بهذه الصفة الشاملة.